لقطات مبهرة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لنماذج من أشكال المحلات في منطقة القاهرة الخديوية في وسط البلد، والتي بدت وكأنها تعود بنا لزمن الجمال والفن والمعمار الرائع قبل سنوات طويلة. لكن هناك حكاية تقف خلف هذه الصور، حيث بدأت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضري توحيد واجهات المحال التجارية والمطاعم بمنطقة القاهرة الخديوية في وسط البلد لتستعيد المنطقة التراثية رونقها الحضاري على غرار ما تم تنفيذه في ميدان التحرير. وانتهت أجهزة المحافظة بالتعاون مع الشركات المالكة للعقارات التراثية في وسط البلد وأصحاب المحال وجهاز التنسيق الحضاري تطوير عدد من العقارات في شارع طلعت حرب وغيرها مع توحيد واجهات المحل. وتسعى محافظة القاهرة لتوحيد كافة واجهات المحل وإزالة البروز واللافتات على غرار ما تم في ميدان التحرير، لتتناسب التعديلات مع الطراز المعماري بالقاهرة الخديوية، حيث يتم تعديل كافة الوجهات وإعادتها لما كانت عليها قديماً لتظهر العمارات التراثية في شكلها المبهر.